مساء الخير تدرج من صوت للجبل الى صوت لكل الوطن من مسؤول اعلامي حزبي الى مسؤول اعلامي وطني برلماني ووزير للكلمه على منبر وزاره الاعلام او منبر وزاره الثقافه كاتب كتب الجبل جميلا كما هو هادئ صاخب كما هو نشر صنوبرة في بيصور إلى كل اتجاه وكتب الوطن وحال الأمة وصولا إلى أن نعرف عدونا وهو يتجه إلى الأقصى سواء للتصدي لتهويد المسجد المبارك أو لنشر الوعي لمواجهة المجتمع الإسرائيلي الذي يتجه إلى اليمين أكثر وهذا ما ستقرره انتخابات الكنيسة الإسرائيلي في أذار هو كلمات في الزمن الصعب عام 92 وهو لبنان الاكبر من المؤامره والاصغر من ان يفتت حسب اصداره 99 لكتابه لبنان الثمن الكبير للدور الصغير كان يشتكي ويواصل الانين من ان كل شيء في لبنان زفت وهو ما تثبته مداهمات وزراء بعض الحكومه الغذائيه والصحيه والعقاريه والحبل على الجرار اذا كان يشتكي ان كل شيء زفت الا الزفت فعاقبته الدوله بتعيينه وزيرا للاشغال العامه والنقل كان في حاله انشغال ولكنه كان ينصرف للتاليف وفي حاله انتظار يؤلف وكتب للراي العام من موقع المسؤول عرب بلا قضيه فلسطين حق لا يموت كلمات الزمن الصعب، كلمات في زيارة البابا إلى لبنان والإرشاد الرسولي. إضافة إلى ما أشرنا إليه بداية هو مواطن ممتاز وضمير وإن كان لا يقبل إلا أن يكون هو القادم من الجبل إلى بيروت. برلماني وزير إعلامي، كاتب ومناضل سياسي. الناس تبحثوا عن القادة المطلبيين تبحثوا في عز السكت عن كلمة يا معالي الوزير غازي العريضي اهلا وسهلا فيك معالي الوزير شكرا نبيل شكرا خوابي الكلام اليوم عم يستقبل سياسي ولكن ايضا مثقف من كاتب سياسي ومثقف قديش الكاتب السياسي وقديش السياسي بحاجة للثقافة اي سياسي لا يتمتع بثقافة لا يستطيع ان يقرر في السياسه يصبح عاملا في السياسه آه. عاملا بحدود امكاناته ومعرفته او اداه تنفيذيه لكن ليقرا سياسه ليحلل ليبدي رايا ليعطي موقفا ليناقش قضيه او امرا ما لابد ان يكون صاحب ثقافه بحدود معينه يعني انا لا ادعي انني مثقف بكل ما للكلمه من من معنى ولكن على الاقل في مجال العمل السياسي ينبغي دائما المتابعه، القراءه، الاطلاع، تاريخ، حياه شعوب وامم وقاده وسياسيين ورجال كبار اتخذوا قرارات في حياه هذه الشعوب والامم، ومتابعه اليوميات والاحداث والقضايا السياسيه دوليه اقليميه محليه لكي يكون فعلا السياسي سياسيا بما للكلمه من معنى وإلا يصبح كما قلت اداه تنفيذيه او عاملا لذلك اقول دائما اليوم للاسف في لبنان كثيرون يعملون في السياسه قله ثم تقل من السياسي نعم قبل ما نفوت على الثقافة والسياسي هل اعتزلت العمل السياسي لا ابدا ابدا انا موجود في الحياه السياسيه اللبنانيه بطريقتي باسلوبي بمتابعتي بم يعني خبرة متواضعة على كل المستويات من المفيد جدا أن يعرف السياسي متى يتقدم ومتى يتراجع ومتى يتوقف ومتى يهادن ومتى يهاجم ومتى يتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك أزعم أنني تعلمت الكثير في هذه الحياة وبالتالي أتصرف بشكل واقعي وفي أراه مناسب الناس بتحب تعرف بالنسبة لبكرة شو أنا ينتابني قلق كبير، بل أقول خوف كبير. هذا لا ينتقص من أمل موجود بطبيعة وجودنا وعملنا وإلا لكنا في موقع آخر. يعني إذا تحدثت عن خوف لا أتحدث عن يأس، إذا تحدثت عن قلق لا أتحدث عن يأس. لكن ما نصنعه نحن في لبنان نحن نحن. بأيدينا نحن كلبنانيين لا يطمئن إلى المستقبل نعم. على الإطلاق نعم. رغم أننا نمتلك إمكانات كبيرة إمكانات هائلة فكرية سياسية ثقافية علمية بيئية مائية طبيعية إمكانات هائلة في لبنان والعنصر اللبناني العنصر البشري هو أبرز هذه الإمكانات والدليل أن اللبناني ناجح في الخارج بشكل رائع بشكل متقدم بشكل لافت بشكل استثنائي في ميادين علميه واختراعات واكتشافات وميادين طبيه وميادين ابداعيه في العالم لكن لكن اللبنانيين فشلوا كجماعه. عم تقول انه اللبنانيين برا ناجحين بغض النظر عن الوضع السياسي اللبناني الاقليمي والعربي بلبنان ليش اللبناني مش ناجح؟ يبدو الهواء الطبيعة الحق. يبدو البيئة اللبناني وأيضا يعني السياسيون اللبنانيون يعني وهذه المسألة يعني عندما نتحدث عن مسؤولية على السياسي ثمة مسؤولية على المواطن أيضا يعني م. ثم الواقع السياسي اللبناني لا يستوعب أحيانا كثيرة أصحاب العقول وأصحاب الطاقات والكفاءات نحن نهجر ونحن نصدر الى الخارج هذه الطاقات والكفاءات بسبب واقعنا السياسي الطائفي المذهبي المصلحي الفساد السرقه النهب الحد من الامكانات الحد من العطاء عدم فتح افاق عدم وجود مشاريع البطاله الى ما هنالك كل هذه المسائل بطبيعه الحال تجعل اللبناني يخرج ويعمل في الخارج وبالتالي يعتاد على نمط معين من الحياه يشعر انه محترم ومقدر ومعطاء واذا كان لديه امكانيه لإبداع فهو مبدع وتسلط الاضواء عليه ويفيد البشريه بشكل عام هذا طبعا يعني طموح الانسان لكن ينتاب دائما نوع من او يشعر دائما بنوع من الخيبه او يعني الانزعاج انه يريد ان يكون في وطنه لكن لا مكان له فيه من اين يبدا الاصلاح برايك؟ السياسه والسياسي اللهم الذي يكون سياسيا ولا اتحدث عن العاملين في السياسه يعني, يعني انا شخصيا اعتقد ان ثمه امكانيه كبيره للمحافظه على مصالحنا ومواقعنا والاستفاده من اصحاب الخبرات نعم. على امل تبدا الاصلاحات من السياسيين للشعب يعني يعدوا الشعب رح نحكي شوي عن الكاتب المناضل السياسي البرلماني الوزير من بيصور ماذا تحمل بيصور رغم انني ولدت في بيروت وتعلمت في بيروت عشت في بيروت نشات في بيروت السياسي في بيروت الجامعه في بيروت الحياه العامه في بيروت الصداقات لكن الوالده رحمه الله عليها كانت دائما حريصه على ان نبقى في بيصور ذهنيا نفسيا فكريا عائليا عادات تقاليد واجبات فبالتالي تجدرت فينا هذه الأصالة البيصورية عندما نتحدث عن بيصور بيصور بلدي مع احترام وتقديري لكل البلدات اللبنانية بلدي استثنائية كان كبارنا يقولون إن ثمة دستورا بيصوريا نعم ثمة دستور في بيصور يعني الكبار المشايخ يقولون هذا الدستور البيصوري يجب احترامه شو آه عائلتان كبيرتان منقسمتان في السياسة آل العريضي والملاعب تقليديا بين أرسلانيين وجنبلاطيين انقسام حاد آه لكن الحمد لله لم تسجل حادثه، احترام التقاليد والاصول وتقاليد واصول غير موجوده في اي قريه في لبنان بالتاكيد يعني الحديث يطول عن هذا الامر مثلا يعني كيفيه القيام بالواجب اليوم اذا حصل اي مكروه لاي انسان من الملاعب مثلا نعم نقول أقربنا من يقوم بالواجب هم آل العريضه وممنوع احد اخر ان يتدخل والعكس صحيح مثلا الامور البيصوريه تحل في في بيصور يعني الواجب اليومي الاجتماعي طريقة التعاطي مع الناس ثم تاريخ بيصور النضالي بلدي استثنائية وأنا يعني فخور فيها حملت كل شيء فيها نعم. ومنها آه، من المدرسة إلى الجامعة درست الفيزياء تعلمت في بيروت المنحة ببداية الدراسة عند الرهبات التركيز طبعا لغة فرنسية يعني جزيز. ثم ذهبت إلى المدرسة الرسمية عقلي من الأساس عقل علمي كنت أطلب إلى الصوت صوت الخطيب وأنا لم أتعلم العربية آه. فكنت أقلد بعض الأصوات ولكن عندما أقول كلاما يعني كلاما يكون الكلام كلاما غير مركز ولكن المهم الصوت, الصوت. آه 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 آه. صوت الخطيب صوت الخطيب كان ولم اكن اتعاطى السياسي هذا بالطفوله يعني كان ثمة ممثل اعتقد ان اصله فلسطيني وهذا اصل يعني استثنائي وعز يعني فيه غسان مطر نعم صوته الشاعر جميل الشاعر غسان مطر ليس الشاعر اللبناني نعم. غسان مطر الفلسطيني, الفلسطيني ممثل نعم نعم غسان الشاعر صديق طبعا ورمز من رموزنا الادبيه والثقافيه والفكريه وأصوات أخرى يعني أنا أسمعها في مناسبات وكذا وأنا ولد فأعود وأكرر الصوت ولكن كما قلت بطريقة غير مركزة يعني لأنني لم أدرس العربية كما يجب كان يعنيني الصوت دائما امتحان الصوت بيني وبين نفسي تأثرا بمن يقدم مادي بخامة صوتية جميل. ممتازة فكان دائما يمتلكني شعور أن لك مكانا هنا ما كنت تعرف شو هو؟ لا اعرف ولا 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 انا منخرط في عمل سياسي وفي بيتنا لم يكن ثمة كتاب او صحيفه يعني الوالد والوالده لم لم يدخلا الى مدرسه بشكل يعني يعني بشكل آه. بدائي لكن ليس ليس ثمة مكان لكتاب او لصحيفه او ما شابه لا سياسي آه. ولا ادب ولا 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 مع الوقت ب اوائل السبعينات يعني كنا طبعا حصلت النكسه ولبنان في تلك المرحله مرحلة مشرقة في تاريخ لبنان يعني السياسي والشبابي والطلابي والحركة الطلابية المظاهرات الجامعة اللبنانية ديمقراطية التعليم عمال غندور مزارعين التبغ في الجنوب كيف دخلت كمال جنبلاط كمال جنبلاط كمال جنبلاط كمال جنبلاط يعني رمز من رموز الوطنية العربية الإنسانية الكبيرة من جاء بي إلى السياسي وحط علي كالسحر الذي خسرته وخسرت معه أقول بكل أمانة جزءاً من روحي الشهيد أنور الفطايري. كان أنور في تلك المرحلة أنور الشباب وأنور الأصوات وأنور الطلاب محمولاً على الراحات والأكف هنا في هذه الشوارع القريبة من هنا. يصلح للجامعة اللبنانية وديمقراطية التعليم وضد الامتيازات وضد التفرقة وضد التمييز نعم. وللعروبي وللعروبة ولفلسطين ولشبعة ولكفرشوبة ول... نشأت عندما التقيت بالصدفة بأنور وتسلط علي هكذا يعني وكانت هذه العلاقة كان الفضل. بتقول كان له الفضل أكيد بطبيعة الحال وهنا في هذه الشوارع القريبة صح التعبير اندعكت بالسياسة نعم. كلية التربية مطاردات الدرك، المياه الساخنه ترمى علينا امام اليونسكو الاصلي والضرب كنت تنزل بمظاهرات طبيعي وتشارك طبيعي. امام ثكنه الحلو، توقيفات في ثكنه الحلو والاهل لا يعلم ابرز المظاهرات اللي شاركت فيها مظاهرات عديدة عديده 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 كلها مظاهرات بقى. مطلبيه مظاهرات للشبه. مطلبيه ومظاهرات سياسيه، نعم كانت سياسي. القضيه الفلسطينيه في اوجها في أوجه انذاك أوجه. فانخرطنا بدايه السبعينات 71 ودخلت إلى منظمة الشباب ومنها إلى الحزب وهذا كان الباب للحديث الحديث في السياسة وبالتالي العودة إلى الصوت وبالتالي الوقوف على منبر والخطاب منذ ذلك الوقت وأنا أخطب ولا أكتب أول مرة خطبت كنت في الجامعة اللبنانية في كلية العلوم نعم. وطلب إلي أن ألقي كلمة وأنا يعني أول مرة في حياتي كانت ولا لكن وقفنا في المدرج بين الطلاب وكانت البداية وانكسر الحاجز ومنذ ذلك الوقت وأنا أتحدث بشكل يعني كما يعلم الجميع نعم. ارتجالي ولا أكتب يعني أبداً. علاقتك بوليد جنبلاط المحفظ الألقاب وطبعا الراحل كمال جنبلاط شو بتعرف عن كمال جنبلاط الناس ما بتعرف لا أدعي أن أنني أعرف أشياء أنا شخصيا يعني أو عشتها لا يعرفها الناس السبب أنني كنت في بداية حياتي دعم. ولم أعيش كمال جنبلاط كما عشت مع وليد بيك يعني مرحلة ست سنوات وفي تلك السنوات يعني لا ننسى جاءت الحرب لسنتين 75 77 وبالتالي كنا نلتقي به في اجتماعات او لقاءات او ندوات لم اكن من فريق عمل نعم. وكنت في بداياتي لكن تاثرت به تعلمت منه الكثير من من مسيرته غير القراءات يعني في هذه اللقاءات التي كان يجمعنا فيها أما ما يعرفه غيري بطبيعة الحال هو الأدق والأهم لأنهم عاشوا معه استفدت منهم استمعت إليهم قرأت كما قرأ كل إنسان هذه مجموعة كتب طبعا. كمال جنبلاط مجموعات أخرى من كتب في كمال جنبلاط أيضا يعني تعلم من الآخرين لكن مع وليد بيك أطال الله في عمره يعني الوضع مختلف يعني أنا من بداية السبعة ألا وسبعين ألا حتى الآن يعني ستصبح تقريبا 38 سنة والجزء الأكبر من هذه السنوات مياومي يعني مداومي مياومي يعني عمل يومي وإلى جانبه في أدق المراحل وأصعب المراحل وتعلمت الكثير أيضا في هذه التجربة ما هز علاقتكم حدا؟ لا لا وأنا لم أسمح لأحد يعرف الجميع أن يدخل بيني وبينه أيا تكن التباينات أو قيل وقال أو المحاولات يعني ابدا 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 نعم. هذا ثابت في حياتي ويبقى ثابتا نعم من صوت الجبل بلشت واسست صوت, صوت الجبل, الجبل جاءت بمرحله الحقيقه بعد الاجتياح الاسرائيلي نعم كنت انا ذاك في مرحله الاجتياح الاسرائيلي قد ذهبت لفتره من الوقت لاستلام اداره مكتب الحزب في الجزائر نعم ثم تطور وأصبح مكتب للحركة الوطنية اللبنانية قمنا بعمل استثنائي يعني كانت أول مرة كان عمري 27 سنة أنا ذاك ألتقي فيها رئيساً للجمهورية شاد بن جديد برفقة وليد بيك وفد الحركة الوطنية وأنا ولدته ثم جاء الاجتياح قيادة الحركة الوطنية محاصرة في بيروت فكنت الوحيد من الحركة الوطنية خارج لبنان ما. أيضاً كانت فرصة لأن أقوم بدور و... انقل رسائل من وليد بايك وكانت ترسل بطريقه صعبه الى السفاره السوفيتيه في الجزائر مم. انا ذاك فالتقيت عددا من الرؤساء و... ثم عدت الى الى بيروت و... كانت يعني بدايه الحصار, الحصار في الجبل الحصار أيضاً. ايضا وكل القوى الوطنيه وحصل 17 ايار وما شابه وكل القوى الوطنيه اللبنانيه لا تملك اذاعه ولا تملك صوتا اعلاميا فيما الفريق الاخر لديه مؤسسات اعلاميه مرئيه واذاعيه و آه يعني صب من المعلومات ومن القصف الاعلامي علينا وليد بيك اشترى اذاعه محطات يعني في الجبل لكن كان الاسرائيلي يحتل الجبل ولم يسمح بادخالها ولم يتم تركيب الاذاعه بعد حرب الجبل ايلول 83 83 كنت بحكم هذا العمل السياسي على تواصل مع كل الاعلاميين في بيروت لاني كنت مسؤول اتصالات سياسيه في بيروت وليد بيك كان خارج بيروت في بين الأردن وسوريا فالعلاقه مع الاعلام علاقه مفتوحه وتصريحات ومواقف واطلالات ومناسبات غير تسهيل امور الاعلاميين بالعبور الى الجبل. عندما فتحت الطريق وهي طريق المقاومه الى الجنوب كانت البدايه من حمدون انذاك كان لابد من اطلاق الاذاعه. نعم. فوقع الاختيار على من سماه انور رحمه الله عليه في تلك الفتره معنا لا الحكويتي كلام نجي سلموها الاذاعه وانا لا اعرف كيف تدار اذاعه وكيف أت... نعم. انا اعرف استمع الى الاذاعه ولكن اذاعه يعني كيف بدور ما بعرف المهم كيف فتت بعمل الاذاعه كيف بلشت استدعيت الاجتماع مع القيادات العسكريه في تلك الفتره لوليد بيك وانا اسال نفسي لماذا دعيت الى هذا الاجتماع يعني نعم. يعني قال كلاما في السياسه استفدت منه عندما انتهى الاجتماع خرج من الاجتماع واتجه نحو السيارة نعم. صعد الى السيارة حرك مولد السيارة وقبل ان يقلع نظر اليه لعيني روح استلم الاذاعة هيك بكل بساطة ب... الكلام الحرفي نعم. قلت له اي اذاعة قال لي الاذاعة صديق بالكميونات طلعت فاهم انتو فطائري قلت له لكن انا يعني ما علاقتي بالاذاعات ولا افهم شيئا طلع فيه قال عيني عندي خريجين أكسفورد انا تفضل عمل إذاعة نحن بالحقيقة في منطقة محاصرة محاصرة يعني لا يأتي إليها إنسان وقصف وحرب وكان أنا ذاك يعني بيروت شبه مقطوعة عن المناطق الأخرى, الأخرى وعن ديار يعني. العرب كلها وكان الطريق الكرامي من بيصور ونعود إلى بيصور نعم. بلا طول سيري ركبنا الإذاعة وارتكبنا أخطاء هائلة هائلة نحن مجموعة يعني من ركب الإذاعة لا أحد يعرف ماذا تعني إذاعة يعني وليس لدينا مذيع وليس لدينا مهندس صوت وليس لدينا لا أحد يعرف يعني استطلعت سألت بعض الأصحاب بعض الأصدقاء على الورق عملنا خطة ولكن من ينفذ وليس لدينا أحد ليأتي إلى الجبل الجبل محاصر عذرا للتعبير ايضا العادات والتقاليد في الجبل وتحت القصف يعني ان تاتي زميلات فتيات مثلا يرغبنا في ان يساعد نعم. أن يساعدنا وان يعني يعملنا في الاذاعه ولكن البقاء في جو مع شباب وفي الليل وتحت القصف والى اخره فكنا ياتينا الى المنزل وياتي الاهل ويقولون لي بناتنا بناتك وخياتك وبامانتك اوكي يعني في البيت عندنا ثم البعض منهم بطبيعه الحال انطلقت الاذاعه كان الاصرار ان تنطلق في اول شباط ولم نكن جاهزين. قصة قصة كتاب يعني الاذاعة لكن اجل ولكن أجمل اول مرة طلعت على حكيت على, على الاذاعة أو... اول مرة واحد شباط الكتب التي اشرت اليها كلمات الزمن الصعب هي اربع نعم. اربعة اجزاء بس. التعليقات السياسية سي. في صوت الجبل 800 تعليق نعم التهيب الكبير كان انه كما ذكرت لك انا على المنبر بحكي ساعة ساعة ونص كنت سيد التعليقات نارية ولكن المشكلة الكبيرة كانت كيف سأكتب لأن نعم. نعم. الوقت محدد الإذاعة لها فضل كبير علي بكثير من الأمور لكن أهم تجربة أنها عودتني يعني على الكتابة الكتابة نعم بهذيك المرحلة كنت تطلق ومعروف عنك تصريحات نارية وكلنا بنعرف يعني ضد الرئيس جميل بهذا كل الوقت بهذيك الفترة هلا بينك وبين حالك بتندم على أشياء؟ لست نادما على اي امر في حياتي من 38 سنه حتى الان. لا. لو تكرر شريط عمري في الظروف ذاتها لفعلت اكثر ما فعلت بقناعه اكثر وبشجاعه اكبر. انا الحمد لله ضميري مرتاح. لم أقل كلمة ولم أتخذ موقفا ولم أقم بأي عمل لم أكن مقتنعا به في الكامل أنا لست من الناس الذين ينفعلون أو يقومون بردات فعل ويرتدون على تاريخهم أو مواقفهم أو مؤسستهم أو مدرستهم أو رفاقهم أو, أو أبداً, 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 أبدا أبدا أنا لست نادما على أي أمر والحمد لله أصبت بنكسات أصبت بخيبات لم أنجح في مكان أتحدث بشكل عام عانيت كثيرا تحملت كثيرا هذا أمر آخر بطبيعة العمل هذا خيار أنا اتخذته وعلي أن أتحمل مسؤول منبر صوت الجبل قديش بهديك الفترة ساعد ساعد لبنان وساعد نعم. القوى الوطنية اللبنانية صوت الجبل كان صوت المقاومة نعم. صوت الجبل كان حاضرا في قلب الجنوب مع الناس أثناء الاحتلال الإسرائيلي وتعرض عدد من مراسلي صوت الجبل إلى الاعتقال من قبل الإسرائيليين نعم. ولم تكن المقاومة قد انطلقت في بدايات الحرب لم يكن ثمة مؤسسات إعلامية مرئية أو إذاعية أنا أدخل إلى الجنوب بكل اعتزاز بكل فخر وإلى مناطق عديدة كأنني واحد من أبناء كل تلك القرى لأن صوتي سبقني إليها كما يقولون لي نعم. حتى عندما عينت وزيرا للأشغال وقمت بواجب تجاه الجنوب الناس تشكر على واجب ما أو كذا كثيرون كانوا يقولون لي لن نشكرك على زفت لك علينا في أصعب المراحل أنا دمعت عيني أكثر من مرة في الجنوب بكل عز عندما سمعت هذا الكلام من الذين كانوا يعتبرون <تحدث> عن أن صوت الجبل أن صوت الجبل استنهض هممهم وكان إلى جانبهم لاحقا خرجت مؤسسات إعلامية عديدة إذاعية ومرئية وقامت بالدور الحمد لله لكن صوت الجبل تجربة من أهم تجارب الأمر خصوصا أننا انطلقنا جميعا فيها دون أي وهي موثقه في كلمات الزمن الصعب، لما كتبت المقدمه بكلمات الزمن نعم. الصعب نعم. قديش كان صعب عليك توثق هذيك المرحله؟ كنت في صراع بيني وبين نفسي. سأنشر هذه الكلمات، الحقيقه لفتره طويله وانا اناقش نفسي، هل تنشر هذه التعليقات كما هي؟ بعض التعليقات كانت قاسيه، فيها تعابير قاسيه، وتلك التعابير انا اعترف امام الناس ليله من الليالي سرت حتى ثلاثه الصبح مزقت عشرات الاوراق. لكي لا استخدم تعبيرا كلمه أه تلك الليله لا انسى جاءت بعد المجزره التي ارتكبت بحق اطفال الضاحيه الجنوبيه نعم. لكن فجرا قلت لا لا, لا لا, يمكن ان تقول الا هذه الكلمه يعني خلص خرجت في التعليق وقلت اعرف انها كانت قاسيه لكن كان لابد من كلمه تعبر عن الغضب تجاه هذه المجزره التي لحقت باطفال الضاحيه الجنوبيه وحصلت أحداث مشابهة استخدمت فيها كلمات قيس. كان نقاش بيني وبين نفسي. هل تنشر تعليقات كما هي أم لا؟ الخيار تأكيدا لأنني لست نادما وبكل شجاعة هذه كلمات قيلت. مسجلة في بيوت آلاف اللبنانيين. نعم. وتعاد وتذاع و و و مفرغة مكتوبة. إذاً هذا قلت هذا مرحلة من حياتك اترك التعليقات كما هي طبعًا. هذا تأريخ لمرحلة حرب الجبل نعم. وما تلاها لاحقا فترك لكن الكتب أربعة أجزاء جئت وكتبت مقدمة سياسية الحرب توقفت بالتسعين نعم. الكتب نشرت باثنين وتسعين خلال هذه الفترة كان لدي إصرار أن ألتقي أكبر عدد ممكن من السياسيين اللبنانيين لا سيما الفريق الآخر نعم وأناقش معه لأستطلع كيف خرج من الحرب أنا أعرف كيف خرجت من الحرب أعرف كيف عشت الحرب كيف خرجت وكيف كانت لي ثوابت في تلك المرحلة في لحظات جنون أحيانا ولم أغير رأيي وتحت النار ولم أغير رأيي اردت ان اطلع واعرف كيف يعني يتصرف الاخر، اذا كونت فكره فكتبت مقدمي هي نوع من قراءه شخص عاش هذه الحرب وكيف خرج منها وكتبت ما يجب ان يكتب حول كل ما قرات موجود لكن ختمت بكلمه شاطر من يعرف كيف يربح واشطر من يعرف كيف يخسر. الكارثه ان نكون شعبا لا نعرف كيف نربح وكيف نخسر فسنخسر كل شيء هذا الكارثة الكبيرة مع الوزير حتوقف نحن وياك والمشاهدين مع فاصل إعلان ومن بعدها بنكمل خواب الكلام عوده مشاهدينا لنكمل حوارنا مع الوزير غازي العريضي مع الوزير وزير للاعلام وزير للاشغال العامه الثقافه يعني تبوقت عدد كبير من المناصب على مدى سنوات وين اصعب شيء العمل بالحكومه ولا عمل باي من الوزارات اللي تبوأتها؟ العمل متعب بالوزارات وبالحكومه بالوزارات واقع الوزارات مر نعم. أنا في الممارسة أمر وهذا بطبيعة الحال مصدر مشاكل مع كل الناس وقد حصل م. ذلك مصدر. في كل الوزارات م. طبعاً وزارة الأشغال هي وزارة المصالح الأكبر فبالتالي التناقضات أكبر والمشاكل أكبر لكن الحمد لله يعني أنا كنت أدخل إلى أي وزارة لا علاقة لي بما مضى كلمتين بكل بساطة شباب نسول الأول زمن الأول اتحول طالما أنا موجود هذا هو النهج من هو قادر أهلا وسهلا من هو غير قادر اما ان يتكيف، اما ان يبتعد، اما انه سيتحمل المسؤوليه لا اكثر يعني. من. الامور يعني بواقع الوزارات الصعب، خصوصا حولت الوزارات الى الى محميات. الى محميات، الى شبكه مصالح خاصه او مذهبيه او 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 او, أو, أو. كيف كنت تتعامل مع هذا الموضوع؟ تعاملت مثلا خذي فكره انا اخذت قرار الفائض والغاء الفائض بوزاره الاعلام 950 950؟ يعني. 950 فائض خارج الوزاره انتهت القصه لم اسال رئيسا او مسؤولا او احد هذا ما يجب ان يكون في الوزاره انتهت القصه هي صلاحيه 950 الوزارة. كيف اجوا اه بليله ما إلها ضوء قمر تم تعيين 600 وغيره وغيره وغير وغير حكينا فيها في وقتها الان الذاكره ضعيفه بالبلد الناس ينسون هذه المسائل طبعا. لكن قامت القيامه على وزير الاعلام قلت تفضلوا ملف بملف انا مستعد للمراجعه تفضل هل تريدون لحاما مراسلا للوكالة الوطنية مع احترامي للحام ولمراسل الوكالة أو سائق تاكسي مع احترامي لسائق تاكسي مع علاقته بالوكالة الوطنية ومراسل هل تقبلون بأن يسمى ابنكم موظفا أو متعاملا في الوكالة الوطنية وثمة من يقبض عنها الراتب هاي الحقائق والوقائع كما يحصل قائمة القيامة لكن انتهت القصة الآن اسألي الجميع زملائك وزميلاتك كثر خيرك على اللي عملته لماذا؟ حبيبي لا تعمل هنا إذا كنا بحاجة إليك في مؤسسة تعمل تفضل أصبحوا متعاقدين في الوزارات ومن ليس يعني وضعت ومن هو الشخص ليس كفؤا خلص وفرنا المناسب. على الدولة 900 كنا بحاجة إلهم في أماكن أخرى هذا القصة تلفزيون لبنان عقد العمل الجماعي لو استمر ولم أتخذ ذلك القرار كما كما طالبت بذلك دراسات دفعت ثمن الدولة اللبنانية مئات ألوف دولارات نعم ويعرفها الجميع لكنا سندفع عشرات ملايين الدولارات الآن على عقد العمل الجماعي فقط الناس يعتقدون اننا اقفلنا التلفزيون، ظلمنا عددا من الموظفين وانتهت القصه، هذا ليس صحيحا، قلنا ذلك في حينه. هذه امور خلقت مشاكل كثيره، تدخل فيها السياسي والطائفيه والى اخره، لم يتمكن احد ان يضع ملاحظه سياسيه على ادائي في اي وزاره من الوزارات. بالعكس هذا الامر خلق لي مشاكل يمكن ضمن بيئتي. هذه الوزاره لكل لي الناس، ليست لي، ليست لطائفتي، ليست لحزبي، ليست لشخصي، ليست لمصالحي، وهذا ثبت امام كل اللبنانيين لاحقا في وزاره الاشغال، واقع الوزارات صعب. الواقع الأصعب هو الوزارة يعني تصوري حالك تدخلين إلى حكومة مثلا أول جلسة لمجلس الوزراء وأنا وزير إعلام لا حديث في السياسة في الحكومات نعم وشو بيحكوا وهذا كان لفترة معينة عمي هل يمكن لأحد أن يتصور هذا الأمر؟ الناس؟ لا أنا من أول نهار نحن شركاء في القرار ونحن نتحدث في السياسة انتهت القصة نعم لا ثم كيف كانت تصدر البيانات وكيف تنقل المعلومات وإلى ما هنالك ثم مستوى التعاطي السياسي على طاولة مجلس الوزراء مجلس الوزراء هو مركز القرار السياسي في البلاد ليس من حق أحد أن يتعاطى مع هذا الموقع كأنه تشريف لفلان فضل عملناك وزير أو خدمة لفلان لسبب ما قدمناك وزيرا ولا يكون بكل ما للكلمة من معنى قادرا على ان يحمل المسؤوليه والأمانة وان يعرف كيف يدير الشؤون السياسيه هذا مركز القرار السياسي وان يحترم الموقع وان يعطي للموقع الاحترام والتقدير نعم. و... للأسف هذا كي. ما جرى في البلد لكن كل انسان منا يقوم بواجبه ويتحمل المسؤولية كيف ترى اداء الحكومه الان حاليا يعني. اولا الرئيس تمام سلام صديق اثبت انه رئيس حكومه من طراز رفيع بكل ما للكلمه من معنى في اصعب الظروف هذا الرجل يتحمل ما لم يتحمله كثيرون في البلد لكن واقع الحكومه بغض النظر عن الاشخاص في ظل هكذا مرحله بدون رئيس جمهوريه هو واقع صعب واليم وايضا مستوى التعاطي السياسي يضاعف المشكله اكثر انت بصير عندنا رئيس جمهوريه برايك انت سيسمحون لنا بذلك لا أنا أولاً مع الشق الأول من السؤال لست مع الشق مع. الثاني يعني لا لا يفرض علينا أحد ألا ننتخب رئيساً يعني هذه مسؤولية لبنانية بكل ما للكلمة من معنى إذا كانت مسؤولية لبنانية ليش بعد معنا رئيس الشهوات والمصالح والحسابات الخاصة فإذا هن مش عم يسمح. هم يعني هم 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 ومن هم هم زعماؤنا الذين ننادي بهم نعم. وبالولاء لهم وبالروح بالدم نفديهم كما يقال نعم اتحدث بشكل عام يعني عن المسؤولين عن هذه المساله نعم ف وبالتالي مسؤوليتهم ومسؤوليتنا اما اذا كان السؤال عن الخارج لا لا والدليل عدد كبير من المشاكل الداخليه مثلا من النفايات الى الكهرباء الى ما شابه اكرر دائما الاسئله ذاتها هل لذلك علاقه بالصراع العربي الاسرائيلي او الخلاف الروسي الامريكي أبدا. او الايراني الامريكي الايراني الغربي أبدا. الايراني الاسرائيلي الزفت والكهرباء والماء وكلها من مسؤوليه ولماذا لا نقدم من يمنعنا لا اعلم المصالح نعم المصالح <applause> انا اعلم أه المكتب الموجودة عندك وفي كتب صار لك من سنين بتجمعها وبتسافر وبتجيب معك كتب قديش المكتب بتعني لك وانت على ربيت ببيت ما في كتاب مثل ما قلت يعني اهتمامي الاول ومزاجي الاول ومتعه الكتاب والنظر الى الكتاب خصوصا الكتاب القديم الذي يبدو انه حديث الان بين ما. يديك عمره 200 سنه 250 سنه ثم اهم في ذلك التعب الذي تعبته. انا منذ اول اول مره خرجت في رحله الى الخارج بالطائره اشتريت كتب. وأينما ذهبت أشتري كتبا وخصوصا الكتب القديمة هذا جزء مما لدي ما تتسع له هذه المكتبة فأينما ذهبت وأين يكن يعني واقع الكتاب إذا أحببت لأنني اشتريت كتبا أحيانا من شوارع عدم المؤاخذة يعني لملمت الكتب من بين نفايات نعم وبدون غلاف وحملت هذه الكتب الكتب اللي على البسطات بالأرض آه مترك متروكي مهملي عفوا ويعني فالكتاب مساله مهمه جدا ما صار اكثر شيء سياسي تاريخ مذكرات تجارب رجال كبار شعر وادب وشعر وادب و... اكثر شيء لمين قرات منوع 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 يعني انا لا ادعي انني يعني اديب بالمعنى الفكري للكلمه او ما شابه انا الشعراء كل الشعراء كل الشعراء تقريباً أنا أقرأ شعراء أقرأ أدبان أقرأ كتب بعض الكتب الثقافية قضايا صعبة لا ألامسها يعني إلا لماما إذا كان في موضوع معين أريد أن أهتم به لكن بالسياسة بالتاريخ بالتجارب السياسية لقادة سياسيين كبار أنا أنا مهتم وأعطي هذا الأمر أولوية وقد تعلمت الكثير 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 من الذين التقيت بهم برفقة وليد بيك نعم. الغنى الأكبر يعني في هذه الحياة وفي هذه التجربة أو ما قرأت نعم كتبت فلسطين حق لا يموت أين أصبحت القضية الفلسطينية هل ماتت؟ آخر الأولويات لكنها حق لن يموت نعم للأسف هي آخر الاهتمامات والأولويات في العالم العربي أصبحنا أمام قضايا ليبيه سودانيه صوماليه تونسيه جزائريه مغربيه بحرينيه يمنيه عراقيه سوريه لبنانيه خليجيه وكانت فلسطين القضيه الاولى المركزيه والقضيه الوحيده اصبحت اخر القضايا لكنها تبقى محور هذه القضايا وهي حق لن يموت للاسف ستطول الفتره وسيكون الثمن كبيرا في المرحله المقبله الا ان الشعب الفلسطيني ارقى شعوب العالم وأكثر شعب مناضل في العالم مثقف ومتعلم وأكثر شعب معلم وأكثر شعب جدير بالحياة نعم. الشعب الفلسطيني تليق به الحياة الشعب الفلسطيني أكرم الحياة بعطائه وصبره وجهاده وكده وتضحياته شعب فلسطيني شعب استثنائي فيما تعرض له ويتعرض له بالتأكيد سيصل إلى حقه لكن يبدو أنه سيدفع أثماناً كبيرة وسندفع معه لكن القضية الفلسطينية تستحق المعاناة كما كان يقول شهيدها وأحد كبار حامي الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كما الجملة طبعا كتابك الأخير إسرائيل إلى الأقصى كيف تنظر إلى إسرائيل الآن بظل كل الثورات اللي عم بتصير من سوريا إلى مصر إلى اليمن الان افضل وضع افضل وضع لذلك استخدمت التعبير بمعنيين يعني اسرائيل الى الأقصى, الاقصى بمعنى انها ذهبت الى أقصى. الاقصى وهذه افضل فرصه بالنسبه اليها معه. الجيش العراقي تدمر الجيش المصري منهك الجيش السوري يدمر ثلاث دول عربيه من اقوى الدول واقع عربي مأزوم مقسوم مهزوم في الداخل هذه اليمن وهذه القضايا التي اشرت اليها وساحاتها عالم العربي ساحات حروب وقتال داخلي اسرائيل تخرج للناس وتقول تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي الارهاب الان في البيئه الاسلاميه اخطر بكثير من وجود اسرائيل ماذا سبب وجود اسرائيل بالنسبه اليكم سوريا لا واحده 250 ألف قتيل هذا الاجرام هذا القتل هذا الذبح هذا الحرق هذا كذا اين اسرائيل من كل ذلك اسرائيل تحاول الاستفاده قلت تذهب الى الاقصى اثنين اسرائيل الى الاقصى اي الى المسجد نعم هذا الحلم التاريخي لتدمير المسجد الاقصى واقامه الهيكل مكانه، فقلت اسرائيل الى الاقصى، مضمون الكتاب يتحدث عن الواقع العربي عام 2014 وعن التقدم الاسرائيلي نعم. في هذا الاتجاه نحو الاقصى بالمعنيين كما قلت عفوا السياسي والرمزي لما يمثله المسجد الاقصى. يعني برايك كل ما حصل من ثورات جزء منها يسمى ثوره والجزء الاخر ممكن يكون مؤامره كان لخدمه أنا اسرائيل انا شخصيا انا شخصيا لست من انصار نظريه المؤامره على الاطلاق نعم. واذا كان واذا كان ثمه من يؤمن بهذه المساله لانه يعني المواطن التونسي الذي احرق نفسه هل كلف من السي اي او من الموساد نعم. والذين انتفضوا في مصر هل تخلوا عن هويتهم الوطنيه والقوميه والعربيه وكلفوا من الموساد او من السي اي اي ابدا ابدا هؤلاء عبروا عن احتقان داخلي في نفوسهم على مدى عقود من الزمن يبحثون عن لقمة عيش عن كرامه عن حريه عن عمل عن 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 عن, عن. لكن اذا سلمنا جدلا أن ثمه مؤامره السؤال يصبح كيف نتعاطى مع هذه المؤامره هل ننزلق في اتجاهها ونحقق للمتآمر ما يريد ام نعرف كيف نتعاطى حلو. معها ونتجنب هذه هي النقطه ولذلك انا صاحب نظريه دائم يقول ثمة تلازم بين الاراده والاداره نعم. بين الاراده والاداره الاراده جيده إدارة عاطلة خسرنا خلصت القصة نعم. قضية ناجحة إدارة عاطلة خسرنا القضية مع الوزير رح توقف مع فاصل إعلاني أخير وبعدها نكمل ما تبقى من خواب الكلام نعود مشاهدينا نكمل حوارنا مع مع الوزير غازي العريدي شو هو الكتاب اللي جاي او الكتب بعرف انك بتوثق كل شيء ومحضر كثير اشياء وابحاث لدي الان مجموعه من الكتابات اللبنانيه نعم لم يعني انشرها في السابق منها ما هو منشور يعني كمقالات او دراسات نعم. او محاضرات ومنها ما هو غير منشور و القسم الأكبر غير منشور. نعم. بعد بعدما استقريت هنا في عملي. بحدود خمس كتب. عن يعني مراحل مررنا بها في لبنان. أنت متفرغ للكتابة؟ نعم. أنت متفرغ فقط للكتاب الآن؟ لا 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 موجود في العمل السياسي إلى جانب وليد بايك وفي الحزب ولما واتصالاتي السياسية ومشاركتي في كثير من الأمور في الخارج. السياسي ومتابعتي السياسيه لكن يعني بالنهايه هذا نتاج عمري وجهدي وتعبي موجود وفي سياق نشر الكتب سوف انشر هذه المجموعه اللبنانيه اضافه الى الكتاب السنوي يعني كل اخر سنه في كتاب تقريبا عن يعني متابعه سنويه لكل ما يجري في المنطقه والعالم العربي ادخل الى بعض الكتابات التوثيقية عن يعني مراحل عشتة وكلها مكتوبة بتفاصيلها لكن لا أستطيع بطبيعة الحال نشرها الآن أدخل إليها لأختار منها مواضيع معينة قد تكون فكرة لإلقاء الضوء على بعض ما يمكن نشره في هذه المرحلة بالذات يعني أنا أدرس هذه الفكرة نعم مع الوزير هل حصل لما تنبه إليه بعض الأصدقاء القادة مثل الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وتشظت سوريا في كل اتجاه. للاسف هذا واقع الحال. نعم. هذا واقع الحال. وال... والخطوره كيف سنحمي ما تبقى من وحده سوريا؟ لا. ومن مؤسسات في سوريا وكيف سنعيد اللحمه الى سوريا ونعيد بناء سوريا؟ كيف ترى الوضع؟ صعب جدا 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 جدا. نعم. جداً. طيب الان الاردن يعني شفنا اللي صار الاردن الى اين بالاساس واقع الاردن صعب قبل ان يحصل معه. بالاساس منذ سنوات طويله الان الوضع يزداد صعوبه والخيارات صعبه ليست سهله كل المنطقه كل المنطقه عندما نرى العراق كيف تقسم وكيف تشرذم وما يجري في العراق وعندما نرى هذه الظواهر كيف سيطرت في العراق سؤال كيف سيطرت في العراق فجاه يعني ف... لا تنتهي المسألة باتهام من هنا أو اتهام من هناك يعني ثمة مسؤولية حقيقية لكن الآن لا ينفع هذا الأمر الواقع على الأرض واقع انقسامي أو تقسيمي بالكامل إضافة إلى تغيير وجه المنطقة يعني عندما يهجر المسيحيون والأيزيديون وتهجر أقليات من بيئات معينة شكلت نكهة في تاريخ وتراث وحضارة هذه المنطقة الإنسانية نعم ويطلق العنان للفتن المذهبية السنية الشيعية ماذا ننتظر مع كل هذه الحالات المتطرفة مستقبل نعم. أسود بهذا المعنى إذا لا سمح الله نجحت هذه المحاولة الخليج بعد سوريا واليمن و... هو في قلب العاصفة نعم. في قلب العاصفة يعني هذا واقع البحرين هذا واقع اليمن على أبواب الخليج نعم. أسعار النفط حركة الملاحة البحرية لضمان النفط المشكل المذهب السني الشيعي يعني في قلب العاصفة مع الوزير صرنا واصلين لنهاية حلقتنا كان أمنيات أمنيات بتتمناها بتتشارك فيها مع كثير من الناس شو المميز اللي ممكن هيك بيجي منه باب أمل للبنان تمني الاحتكام إلى العقل نعم آه. مسألة كبيرة 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 وحمل كبير وثقيل وتحتاج إلى كبار ولكن اذا احتكمنا الى العقل الى المنطق الى دقه في حساب نستطيع ان نحمي لبنان ونحن شعب اثبتنا بالممارسه اننا قادرون على حمايه لبنان لا. نحن هذه الدوله الصغيره بمساحتها وبامكاناتها استطاعت ان تسقط اسطوره الجيش الذي لا يقهر كما كان يقال عن اسرائيل نحن حققنا انجازات كبيره لكن اسانا الى انجازاتنا ونسيء يوميا الى الى انجازاتنا بطريقه تعاطينا وبخلافاتنا المذهبيه والسياسيه والمناطقيه والفئويه وما شابه يعني قادرون اذا احتكمنا الى العقل واستفدنا من نعم. إمكاناتي. كشخص انسان غازي العريدي شو بعد ما عملت بحياتك أوه. لا ادري ماذا يعني هذا السؤال يعني كثيره غير من كاتب هذا عمر راح هذا نعم. عمر راح عمري ورايي نعم. وانا مؤمن بهذه المساله وكثيرون ياخذون علي لماذا اكرر هذه الكلمه لكن ثمة اشياء كثيره كنت اتمنى ان اعيشها مثلا لكن انا لم اعشها بسبب ظروف خاصه بمسؤوليات حياتيه من جهه ثم الانغماس في العمل السياسي وطريقه تعطي في هذا العمل هذه مساله راحت ولا ولا تتكرر يعني ولست نادما الحمد لله انا اخذت قرار تمني اخير ربما يفاجئ ولكن تصوري مثلا ما اتمناه ان انشر يومياتي وانا حي ان شاء الله مع الوزير كنت اشك في ذلك ولكن <applause> لكن هذه هذه امني امني لعده لعده اسباب تعب عمري مكتوب بخط يدي بادق تفاصيل واسرار كل ما شاهدته فيها جرأه وما سمعت بنشر فيها جرأه خطورة, خطوره لا تعنيني لي شخصيا انا عمري هلا لديك يعني الجرأه على المستوى الشخصي صح ولكن القرار ليس قرارا شخصيا فقط لأن ثمة أسرارا كثيرة في هذه المرحلة من من العمر لكن عندما أتطلع إلى الناس الذين يتحدثون في السياسة يكابرون أو ينفعلون أو يتملقون أو يتوهمون أنهم في مواقع متقدمة ويملكون الأسرار والمعلومات والتحليلات وإلى ما هنالك أنا أقل الناس يعني لكن أشعر أنني أمام مخلوقات غريبة عجيبة في حياتنا آه. اليومية خصوصا عندما يتحدثون عن كبار البلد وعن المراحل الكبيرة في البلد وأنا موثق كلمة كلمة ما كنت أسمع من الكبار ماذا كانوا يقولون عن هؤلاء الذين يطلون اليوم يعني إن شاء الله عندي, منوة خاطر هيك يعني إن شاء الله كيف بدهم يتعاطوا معهم كوزير كنت لك. كوزير سابق للإعلام كيف ترى الإعلام الآن في لبنان؟ السياسي الإعلام هو إنعكاس للسياسي أنا لم أحمل يوما الإعلام مسؤولية نعم. السياسه هي المسؤوله عن كل شيء والسياسيون هم المسؤولون عن كل شيء وعندما ينحدر مستوى العمل السياسي ومستوى التعاطي في الشان العام هذا الامر نراه في كل المجالات وخصوصا في الاعلام رقابه على الاعلام غير متوفر غير رقابة نحن نعيش في بلد حر لكن الان نعيش في فوضى نعم. وفي انعكاس للفوضى السياسيه القائمه في البلد يعني استباحه كامله إضافة الى ما يعني افضت اليه هذه الثوره التقنيه لكن الاعلام كان يمكن ان يكون في لبنان افضل بكثيرا لدينا كفاءات كبيره لكن للاسف واقع الاعلام صعب بحكم تركيبته وتكوينه وواقع المؤسسات الاعلاميه ملكيه المؤسسات الاعلاميه وايضا الان في الواقع الاقتصادي الاجتماعي والواقع العام في البلد الذي يعكس الاعلام تتابع برامج سياسية ثقافية فنية مثلا طبيعي طبيعي أنا أتابع كل الإعلام في البلد مثل أي مواطن لي ملاحظات كثيرة ممكن تعطي ملاحظة لشيء إذا ما عجبك أنا المعملين. على اتصال أنا على اتصال دائم مع تقريبا كل الزملاء والزميلات تقريبا تقريبا نعم. كي لا أبالغ حتى على اتصال مع المراسلين في المناطق عندما تكون أحداث معينة نعم جميل. اتصل اتصل بهم مباشره وكثيرون يفاجؤون يعني لكن اصبحوا يعتادون على نمطي وطريقه تعاطي احيانا اتصل بزملاء او زميلات يعني يقدمون الاخبار و احداهن منذ فتره يعني بعد ما اعطيت الملاحظه وانا لا اعرفها ولكن شاهدت على على الشاشه تقدم تقريرا انفرجت اساريرها وقالت خي كنت افتكرت انه بدك تعمل لي بهدله على شي كلمه غلطت فيها قلت لها يا عمي لا انا ما بعرفك بس سمعتك وشفتك وهذا البارت يعني قدمت تقريرا سياسيا ممتازا لا. فكان لابد ان اثني على هذا الامر حضرتك شخص متواضع احيانا اقول للناس سجلوا عني بغرور لا. انطلاقا من تواضع بس اقول سجلوا بغرور لا. حرصي على الحقيقه لا. وعلى الضمير. كما قلت في المقدمه. على الضمير وعلى الحقيقه التي اعرف. الباقي حياتي عادي بكلمه ختمية معالي الوزير. دعوه الى كل اللبنانيين الا يستمروا في تكسير خوابي لبنان. هذا ختام خوابي الكلام معك. شكرا لك معالي الوزير غازي العريضة في خوابي حلق. لبنان ثروات هائله. نعم. احفظوها. شكرا لك مشاهدينا اتمنى تكون هالحلقه نالت اعجابكم وبتشكركم وبتشكر فريق العمل والى اللقاء ان شاء الله الاسبوع القادم من خواب الكلام تحياتي